في هذا الإطار بقى، عشان احنا برضو ايه بنتكلم على مسائل عدة. يعني الأستاذ جرجس زكريا بعت لنا على الصفحة الخاصة بالفيسبوك بتاعت البرنامج، بيقول أعرض عليكم مأساة 2000 شخص يعيشون بقرية تسمى نجع رزق شنودة، مشكلة عمرها 45 سنة وما تحلتش لحد النهاردة. لازم أو محتاجين إيجاد مكان لائق للصلاة في ظل التعداد المسيحي للقرية، وتوافر مساحة أرض بالنجع كبيرة ومخصصة من عام 71 من مجعلنا للصلاة على الموتى في الشارع وإقامة القداسات داخل خيمة بالشارع. تم نقلنا أو ثم نقلنا الصلاة داخل، هيجي لكم تقريبا بعض الصور هتشوفوها دلوقتي، داخل 4 بيوت منهم بيت مصادر من الجهات الأمنية بحجة الشروع في بناء كنيسة كأنها جريمة لابد أن يعاقب عليها. كيف نستطيع الاحتفال بعيد الميلاد في هذا الوضع المأساوي؟ وهل تقبل القيادة السياسية ذلك؟ يعني أبونا هنا وات صح كده يا شباب ولا أنا صح كده؟ طب ده في الشارع الناس برضو، ده منظر مش يعني بيحضروا القداس في الشارع. طيب إيه الحل؟ وهنا مكان مهدود، إيه المكان، إيه المسألة دي بالظبط؟ يعني أعتقد إن إحنا هشوف الأستاذ جرجس أو اخونا جرجس زكريا معانا على التليفون. يا عم جرجس. الو، ازيك يا عم جرجس؟ ازيك يا استاذ جرجس؟ اهلا بيك يا عم جرجس، اهلا بيك. المشكله دي بقى لها 45 سنه يا فندم. اولا انا عاوز اوضح ان قريه نجع رزق شنوده دي قريه موجوده تابع لمركز تحت محافظه سوهاج. محافظه سوهاج. نجع رزق شنوده دي قريه ذات تعداد مسيحي حوالي من 2500 معدل 500 أسرة. 500 أسرة مسيحية. أرض الكنيسة دي من سنة 1971. تمام. تبرع أحد الأهالي. طب أسمع حضرتك يا عم جرجس، شوفونا بس الصوت دي، 1 2 شوفولي الست اللي هو محمود عطيق نشكره على التقرير بتاع ناهد عبد الرحمن، ونشوف مشكلة القرية لو ممكن. شوفوا لنا بس اللواء محمود عطيق. اتفضل يا عم جرجس. ايوه يا فندم. اتفضل معاك. من سنه 1971 تبرع احد الاهالي بقطعه ارض كبيره علشان تبني كنيسه تخدم اقباط نجع رزق شنودة. تمام. من التاريخ ده طبعا اتقدمت الكنيسه، اتقدمت بالعديد من الطلبات عشان بناء كنيسه. حتى الان لم يصدر اي ترخيص ببناء الكنيسه. لا تبت في الطلب بالإيجاب ولا بالرفض. طول الفترة دي كنا بنصلي في كنيسة بساحل طهطة، وده كان بيمثل مشقة لينا، لأن القرية قرية نجع رزق شنودة دي موجودة على الطريق السريع، طريق القاهرة أسوان الزراعة. تمام. فكان عشان نروح الكنيسة تطلب إن احنا نعدي الطريق السريع الذهاب والإياب، مما كسبت حوادث كثيرة، وفعلا في حوادث وحالات وفاة وإصابات حدث للفعل. علشان في حالة وفاة أحد الأهالي كنا بنشيله ونروح ساحل تحته نصلي عليه ونرجع ندفنه للمدافن اللي هي أقرب للبلد من أي كنيسة. كنا بنروح ساحل تحته ونرجع. الأهالي لقيت إن الموضوع ده مشقة، اضطرينا إن احنا نصلي على الموتى في الشارع في القرية علشان نوفر المشوار، لان دي تعتبر ما زلنا ما فيهاش عدم احترام. طب انتوا رحتوا للجهات المعنية يا عم جرجس؟ كل الجهات المعنية رحتوا لها ولجأتوا ليها بعد ربنا؟ يا فندم انت عارف حضرتك ان الملف الديني المسؤول عنه الكنائس بتقدم طلبات لوزارة الداخلية الشؤون الدينية، وهي اللي بتبت فيها. بقالكم 45 سنة مش عارفين يبتوا في الموضوع ده؟ في ظل توافر ان الارض موجوده والنجع، الارض موجوده وسط النجع. طب يعني الرفض ايه؟ الرفض ايه يا عم جرجس؟ الرفض ايه يعني؟ ليه مفيش رفض؟ حضرتك الطلبات بتتقدم، لا في رد لا رفض ولا قبول. من 2008 كانت الصلاه بتتم في الكنيسه من 3 بيوت قديمه اضطرينا ان احنا نصلي فيهم علشان ما نروحش ساحل تحته، علشان ما نتعرضش للمخاطر، نصلي جوه البلد. والقريه غالبيتها مسيحيين. نعم. القريه غالبيتها مسيحيين. 95% بالظبط.
في مساجد في القرية؟ في مساجد، في مساجد في القرية؟ نعم. في مساجد في القرية؟ مسجد؟ لا 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 لا، في على الناحية الثانية. اه. والمهم ابتدينا نصلي في الثلاث بيوت القديمة اللي حضرتك شايفهم. رغم انهم بيوت قديمة من الطوب اللين لا تصلح لأي شيء، لكن اضطرينا ان احنا نصلي فيهم علشان المشوار البعيد. ابتدينا نصلي فعلا اوريج من 2008 والصلاة على الأساس انه هيتم ترخيص الأرض الأساسية الكبيرة للكنيسة وتبني كنيسة لائقة بالتعداد وبالمكان وتخدم الناس. السنة اللي عديت حصل أمطار وتيل طبعا. بسبب الأمطار دي إن في منزل منهم كان قديم اتهد، من ثلاث أدوار معرض للسقوط. اتهد؟ لا هو كان معرض للسقوط. اضطرينا إن احنا من شهرين إن احنا عشان نعمله سقف، بدل ما هو الثلاث أدوار عدد كبيرة بتصلي، لو وقع هيبقى كارثة، هيبقى كارثة. حدينا لما جينا نبني قال لك لا، توقف جميع الاعمال وعدم وجود ترخيص. طب ما احنا قدمنا طول السنين، طوال السنين اللي فاتت عشان ترخيص كنيسه، طب رخصوا لنا الكنيسه، طب شوفوا لنا حل، ما توقفوش الدنيا. طيب. عم جرجس احنا بنحاول نتصل بالمحافظ، تليفونه بيضرب وما بيردش. الموضوع مع مين؟ يعني قول الموضوع مع مين؟ انا مش فاهم الموضوع مع مين. احنا ناس تعدادنا، يعني انا اكلم مين؟ انا اخاطب مين في المساله دي؟ للأسف يا أستاذ جابر إن دي مسألة شائكة، موضوع بناء الكنائس ده مشكلة شائكة، لازم ليها حل جذري. النهارده عشان حضرتك تبني كنيسة لازم قرار جمهوري. فأنا بالتعداد الكنيسة طول الفترة دي بتطالب ببناء كنيسة وما تمش أي حاجة. إحنا كأهالي تعبنا، إحنا كأهالي من حقنا يكون لينا كنيسة، مبنى كبير، مبنى يكون تشطيبه مش منازل قديمة، مبنى يكون لائق. وانتوا مش عايزين تكلفوا حد حاجه تقريبا، انتوا اللي هتبنوه. احنا مش هنكلف الدوله اي حاجه، احنا كل اللي هنكلفه للدوله قرار جمهوري ببناء كنيسه. قرار جمهوري؟ ربنا جابر شنود. قرار جمهوري؟ اما للاسف الكنيسه لازم قرار، عشان تديني لازم قرار جمهوري. يعني عشان عشان قريه نجع رزق شنوده يتعمل فيها كنيسه لازم رئيس الجمهوريه اللي طلع قرار ده يا فندم. ده الموجود فعلا للاسف. المهم احنا الوضع دلوقتي ان احنا استنى بقى من الرئيس السيسي يجي من الصين بقى. نعم بقول نستنى بقى من الرئيس السيسي يجي من الصين. مش المفروض المحافظ هو اللي يبت في الموضوع ده؟ اعتقد ان المحافظ هو ليه دور في الموضوع ده. عم جرجس شوفونا يا جدعان، معلش اكدوا تاني على طب شوفونا مدير الامن، شوفونا مدير الامن يرد علينا في الموضوع ده، ولا شوفونا حد بالكنيسه. بس احنا نتكلم بس في الوضع، ان الوضع دلوقتي احنا بنصلي من غير سقف. لما تهدد منع عمل اي سقف، حتى القماش حطينا، حاولنا نحط قماش اتمنع ان احنا نعمل قماش. قماش 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 الخيمه عشان مين اللي منعك يا عم جرجس؟ مين اللي منعك؟ نعم مين يعني لما بتحط قماش حد يجي يشيله؟ الشرطه، وفي ناس احتجت لعدم وجود ترخيص للكنيسه في ظل التجمع. طب يبقى في شرطه، شوفنا مدير الامن. طب ما انا بس عايز افهم، يعني ايه يعني انت عشان المطر مثلا انت هتحتفل في اعياد الميلاد، لما تيجي تحتفل بعيد الميلاد الدنيا بتمطر مثلا، حاول تحمي نفسك في الوضع اللي قدامك ده من شهر 10 من غير سقف، وطوال الفتره دي احنا بنصلي من غير سقف لغايه 7/12 حاولنا نحط قماش اتمنعنا، ممنوع ما تحطش اي حاجه، طب رخصوا لنا الكنيسه، طب نعمل السقف، طب ما هو البيت كان قايل السقوط، ما هو لو اتهد فوق 300 واحد ابونا هيتحمل المسؤوليه. هو ده ارض دوله؟ هي دي ارض دوله؟ لا مش ارض دوله، ده ارض اهالي متبرعه بيها. امال ايه اللي يعني هتقول لي برضه كل الجريمه بناء كنيسه اللي هو ابراهيم صابر؟ اللي هو ابراهيم صابر مدير امن. بنحاول نتصل، انا عايز اتصل بس باي حد يرد عليا، يعني المحافظ ما بيردش، اللي هو محمود عتيق ما بيردش، اللي هو ابراهيم صابر مدير امن، مدير امن المحافظه برضه ما بيردش. ف الوضع دلوقتي ان احنا بنصلي من غير سقف في ظل الاوضاع دي. العالم كله بيحتفل بعيد الميلاد، والعالم كله بيحتفل بزينه وورد
وحاجات حلوه، واحنا للاسف حتى مش قادرين نصلي بسقف. هل الوضع ده يليق بالفتره الحاليه في مصر؟ هل في الفتره الحاليه بعد ما شاركنا واستفدنا وشاركنا في الانتخابات وعايزين نشارك يا عم جرجس، انت بتقول لي انتخابات ايه بس؟ انت بتقول لي بقى لك 45 سنه انتخابات ايه؟ هل انا اقعد 45 سنه عشان اعمل بيت اصلي فيه، عشان اعمل كنيسه اصلي فيها ولا مكان اصلي فيه؟ 45 سنه ليه؟ يا عم من يوم انا ما اتولدت وانت بتحاول في ورقك، والله من يوم انا ما اتولدت ولا انت بتحاول في ورقك. ايه الاجرام او ايه الحاجه اللي انا عملتها علشان اوصل للوضع ده؟ احنا مصر بتعمل لجوء لكل الدول للحروب والحاجه وبتقدم مساعدات وتساعدهم عشان ما تشوفش المناظر دي، يكون عندنا المنظر ده في مصر. للاسف يا استاذ جابر انا في قمه الاسف وقمه الحزن. لا لا هنتصرف، لا ما ينفعش، ده ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. ابعت لي بكره، بس ابعت لي بكره بعض صور كده، بعض مقاطع فيديو كده ابعتها لي للمكان تاني بحيث ان هو يبقى حاجه حديثه، نبعتها وابعتها لي بكره وانا هنتصرف. شاكر حضرتك. لا لا أتمنى أن يكون في أمل ويكون الحلم من سنة 71 ببناء كنيسة في نجر شنودة، اسم الحضرة كنيسة لائقة تخدم شعب، تخدم أطفال، تخدم ناس. أتمنى ما يكونش حلم ويتحقق ونشوفها. أتمنى. لا هو أنت إحنا كمان عايزين نشوفها، ما فيش حاجه كده يعني. انا ما عمري ما شفت الصور دي. انا معاك. لا 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 يا عم، لا قول لنا ايه الطلبات اللي تقدم واعملوا كذا، واحنا معاك واحنا نقدم خطوه اكتر. هنعملها لو انا هبعت لك اول ما رئيس الجمهوريه يجي من الصين على طول، لو انا هبعتها باسم البرنامج. ما فيش حاجه اسمها واحد مش لاقي دور عباده. الاهالي دلوقتي مش كل حاجه الكنيسه، الكنيسه هي اللي بتقدم. لا احنا مش هنضغط على الاهالي، من حقنا ان احنا نقدم طلب كنيسه. احنا بنجمع توقعات ونقدم طلب رسمي للرئيس بطلب بناء كنيسه. اعمل التوقعات دي وابعتها، واحنا انا ابعتها لرئيس الجمهوريه، ابعتها من هنا وانا ابعتها لمكتب رئيس الجمهوريه، وان شاء الله باذن الله الوضع دلوقتي الحين ما نقدم الطلب، هيستمر الطلب من غير سقف؟ لا عايز تعمل ايه؟ قول لي عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل سقف. عايزين نعمل سقف، نعمل حاجه نغطي الدنيا عشان الناس. الامن اللي بيقول لك ما تعملش؟ الامن اللي بيقول لك ما تعملش؟ الامن بيقول لي ما تعملش. طيب انا بقى حد من 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 المكتب الاعلامي يعني ما ينفعش كده. ومدير الامن مش عايز يرد. انا عايز افهم المكتب الاعلامي يرد دلوقتي لو نزلت مقطع ونزل سيول وخصوصا في تحذيرات يا عم من غير سيول من غير حاجه يا عم جرجس، انت بتصلي من غير بتاع 45 سنه؟ يا نهار اسود يا استاذ جابر، انا وصلت لمرحله ان انا دلوقتي بعد ما اصلي لاني بعمل جريمه. ليه انا ما بصليش؟ لا هو يبدو ان هو الموضوع فيه مشاكل، بس انا مش همشي مع الروتين ده. انا عايز الناس كل واحد يصلي وكل واحد يعبد ربنا بطريقته، وكل واحد حسب دينه، كل واحد حسب معتقداته، وكل واحد كمان طول الفتره دي علشان يعني لما يكون ابونا بيصلي بالطريقه دي عيب. عيب اي حد يشوفنا كده عيب. حضرتك لو تعرف ان الصلاه عندنا بتبدا من 5:30 الصبح ل 9 الصبح، حد واربع وجمعه ده الصبح يعني. تخيل انت حضرتك بتصلي باطفال بكبار سن وفيهم من ذوي الاحتياجات الخاصه، كل ده بيكون الوضع ازاي؟ لا ما تقلقش، ابعت لي بس التوقعات وابعت لي بكره والنبي مينا والجرح والنبي ونسقوا معاه عم جرجس هينسقوا معاك، هينسقوا معاك وبعت لنا بكره حاجات تانية عن الموضوع ده، واحنا معاك قلبا وقلبا. ما في ينفعش احنا معاك يا استاذ جابر، واتمنى ان يكون في طريق امل كده، مش بس جرجس. لا 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 لكله، لا لكله لكله، لا لكله لكله، ما تقلقش لكله وان شاء الله هتبقى خير يعني، ان شاء الله هتبقى خير. معلش عد ال 45 سنه دول، معلش عد ال 45 سنه دول ان شاء الله، يمكن نقعد 45 سنه كمان يا عم جرجس، ما تقلقش يعني. هنموت عندنا 90 سنه ولسه الكنيسه بتبنيش. رغم كل ده وبنقدر حال البلد، بنحب البلد معلش ومتمسكين بيها، والله والله والله
والله والله في مشاكل كتيره جدا احنا بنحاول نعديها. انا معلش. عارف ومقدرين حال البلد. لا حاضر. وشاركنا في كل حاجه. لا على عيني على عيني يا عم جدع. النهضه دي الكنيسه اللي بتربي الاجيال بتطلع الناس. عندك حق. شفت موقف الكنيسه في ظل الاحداث والناس. لا لا ومن غير موقف يا سيدي انت عايز تصلي لربنا. من غير موقف انت عايز تصلي لربنا. تقعد 45 سنه عشان تبني بتاع مش عارف بقول لك من يوم ما اتولدت وربنا. من يوم ما اتولدت انت لسه انا دلوقتي عشان اربي الناس الجديد والاطفال اربيهم المكان ازاي؟ ازاي اطفال تشوف المكان ده؟ هي إزاي؟ هي في بعض البيروقراطيه كده هنشوفها وربنا ان شاء الله يسهل. ماشي يا عم جرجس. عم جرجس زكريا والزملاء هيتواصلوا معاك وعايزين بقى المدير الامن اللي هو ابراهيم صابر ما بيردش وتليفون المقفول مدير الامن والمحافظ ما بيردش والمفروض يبقى في حاجه اسمها مكتب اعلامي في المحافظه ولا سكرتير المحافظه ولا اي حاجه بالمحافظه او المكتب الاعلامي في الداخليه مش عارف زعلان مننا ولا ايه المكتب الاعلامي مش فاهم يعني ليه كده المعامله دي ليه